قدم مباراه يمكن حسام عاشور جنبه قل بدنيا شويه الشوط الثاني، عمرو السوليه قام بوسط الملعب كله للامانه. عمرو السوليه يمكن لو عرضنا برضو ارقامه هنلاقيه ان هو لعب 90 دقيقه اكتر لاعب في الفريق، عامل لونج باص، عامل 11 تمرير طولي، يمكن الثاني كان ايمن اشرف بنسبه دقه واصله ل 36%. عمرو السوليه ثاني اكتر لعيب قطع الكوره بعد ايمن اشرف، ايمن اشرف كان 19، عمرو السوليه 16. نيجي بقى للدور الهجومي، يعني الدور الدفاعي ده بتاع ايه؟ عمرو السوليه. الدور الهجومي ثاني اكتر لاعب صانع فرص 2 بعد ناصر ماهر، رغم ان ناصر ماهر بدنيا ما كانش قوي قوي لان هو صانع 3 فرص، عمرو السوليه صانع فرصتين. عمرو السوليه اللعيب الوحيد في النادي الاهلي اللي راح على الجون عمل محاولتين اون تارجت، يعني محاولتين بين الثلاث خشبات الشوط الاولاني الاثنين بنسبه دقه 100%، الاثنين اون تارجت، دقه تمريراته القصيره 94%، ارتكب خطأين وحصل على خطأ. اذا عمرو السوليه قدم مباراه برضه كويسه جدا، يمكن يجي تاني اعلى تقييم بعد ايمن اشرف. معاهم برضه محمد هاني، محمد هاني قدم مباراه كبيره، يمكن هو اكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح عامل 3، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه محمد هاني ورمضان صبحي، اكتر من عبد الله جمعه تاكلينج بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، بالنسبه لعيبه النادي الاهلي يعني اكتر لعيبه بالنسبه للنادي الاهلي محمد هاني وايمن اشرف في التاكلينج. بالنسبه للمراوغات الناجحه محمد هاني ورمضان صبحي في النادي الاهلي عاملين 4 مراوغات ناجحه. برضه نيجي للشناوي، يمكن الشناوي اتعرض لاختبارات كتير برضه النهارده في بعض الحاجات كده هنتكلم عليها. لو بصينا على ارقام الشناوي هنلاقي ان الشناوي لعب 90 دقيقه، طبعا الخروج من مرماه عشان يبعد هجمه عشان يبعد انفراد، خرج بشكل صحيح 7 مرات، خرج في واحده بس بشكل خاطئ. بالنسبه للتسديدات تصدى لاربع تسديدات من 4 بنسبه نجاح 100%. بالنسبه للعرضيات الشناوي خرج في واحده صح وواحده غلط، يبقى نسبه نجاحه في العرضيات 50%. نسبه بناء الهجمه عند الشناوي كانت 16، على فكره عدد قليل بالنسبه للتمريرات الطوليه، كان الحراس طبعا بتعمل اكتر من كده، 25%، والتمريرات القصيره 4. فالشناوي برضو قدم مباراه كويسه، يمكن هو عنده بس خرج في واحده على الكره العرضيه بشكل خاطئ واحده، وعنده خروج خاطئ من المرمى لابعاد هجمه ده برضو ايه واحده. اذا الشناوي برضو يستحق، يعني رغم ان هو خرج في بعض الكرات بشكل خاطئ بالذات على الكره العرضيه، الا ان هو برضو قدم مباراه، راحت له كور كتير فقدم مباراه كويسه. برضو رمضان واجاييه، يعني انا ما اقدرش اقول بصراحه، يعني من الارقام السلبيه لعيبه الاهلي ان ولا واحد في الرباعي الامامي او اللي حتى اللي نزل ان هم قدموا اداء كويس او اداء مميز. ما ينفعش ليه؟ لان ما فيش ولا واحد فيهم عمل محاوله على المرمى صحيحه، لا اجاييه ولا رمضان صبحي ولا ناصر ماهر ولا مروان محسن ولا حتى جرالدو ولا ازارو ولا صلاح جمعه، يعني الستة الهجوميين اللي نزلوا ولا واحد فيهم راح عمل محاوله صحيحه على المرمى. فما اقدرش ان هو يمكن قد طبعا نتيجه سوء ارضيه الملعب يعني، ولكن رمضان بشكل عام يعتبر قدم مباراه كويسه جدا، يمكن هو عمل 4 مراوغات ناجحه، كمان يمكن قطع الكره 6. من الارقام برده المميزه لاجاييه ان هو قطع الكره 13 مره، قام بدور دفاعي كويس جدا. من الارقام بقى السلبيه شويه برضو معلول، يمكن معلول دايما بنقول ارقامه المميزه على طول، النهارده معلول للامانه زيزو عمل معاه جيم دفاعي مميز جدا. مظبوط. من جروس بصراحه مظبوط، ما شفناش معلول النهارده يمكن عمل عرضيه واحده بس صح من 6، معلول حتى قطع الكره 3 مرات بس، محاول على المرمى مره، يمكن ارقام معلول قلت بشكل كبير، وده ياكد نجاح جروس في ايقاف معلول بالدفع بزيزو تحديدا. زيزو مميز قوي بالدور الدفاعي ولاعيب تكتيكي، يمكن كان من افضل لاعيبه نادي الزمالك زيزو وعبد الله جمعه. مظبوط. وبعديهم محمد عبد الغني، صراحه الثلاثه دول افضل 3 لعيبه في نادي الزمالك. برضو بعد كده نيجي لمروان محسن، مروان محسن يمكن عشان تقول المهاجم قدم ماتش كبير، يمكن هو مسجلش، ما راحش على الجون برضو محاولات صحيحه كتير، فاز بست التحامات هوائيه، يمكن ده الدور الوحيد بس لمروان النهارده. ده بالنسبه للارقام بتاعت يمكن لعيبه الاهلي. برضه حسام عاشور عنده، عشان ما نظلموش، قلنا ان هو قل بدنيا الشوط الثاني لان هو عنده رقم مميز. حسام عاشور اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل تمريرات، عامل تمريرات عامل تمريرات، عامل 62 تمريره صحيحه قصيره وثلاث تمريرات طوليه، فده رقم برضه مميز. دايما هو حسام عاشور مستو في التمريرات القصيره بيديك عمليه الاستحواذ، لكن هو للامانه في الشوط الثاني بدنيا تحس ان هو نزل سنه، فكان محتاج، انا كنت من وجهه نظري ان احمد فتحي ينزل بجانب عمرو السوليه كانت هتديك يعني اكتر قوه بدنيا، خاصه في ان الماتش قلب ايه؟ قلب صراع بدني، وخاصه كمان ان الشوط الثاني اتسرق مننا وسط الملعب. انا الحقيقه برضو عايز اكرر في هذا الموضوع لانه مهم جدا، ان كل الاحصائيات دي اللي اثر فيها بشكل او باخر ارضيه الملعب طبعا، يعني لو ما كانتش ارضيه الملعب اعتقد ان كان هيبقى
طبعا الموضوع مختلف تماما. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا شفنا امبارح مباراه في الدوري السعودي الديربي بين النصر والهلال حاجه متعه، وكمان الجماهير يعني انت عشان تحكم على مباراه لازم يكون فيها جماهير اكتر من كده، خاصه ان احنا داخلين على